ليه؟ الرزق ربنا وزعه والامر ربنا وزعه، ما تخافش من حد ولا تخاف من حاجه، حط نفسك في الفعل وتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. هنا كلمه التوكل بقى تتوكل على الله بقلب وبصدق وتوكل حقيقي، مش على الله 50 تانيين جنبه زي اللي اقول لك يا دكتور الحسد والحسد والسحر ويقول لي كلام عجيب، وبعدين اقول له يا ابني ما عندك المعوذات يعملها بيروح لحد يشوف له حجاب، انت بتعمل ايه؟ يبقى ده مش توكل، ده التوكل على الله لوحده. تتوكل على الله سبحانه وتعالى، كلمه توكل يعني مستسلم. عارف لما اوكل محامي، لان انا بوكله ان هو يعرف حاجات انا ما اعرفهاش، لما تقول توكل يعني انا عندي ضعف معين في حاجه فانا بوكل محامي، انا بوكل دكتور، انا بوكل صديق، انا بفوض لحد. هنا انت بتوكل لمين؟ بتوكل على الله سبحانه وتعالى. فانا بقول يا رب انا بتوكل عليك باستسلام تام بحب تام، بقول لك قد ايه انا ضعيف لان النتائج عندك انت، وانت يا رب طمنتني ان الله لا يجور على المسان عمله. وهنا ده التوكل الصح، انك ما تقول لا، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. بتاخد بكل الاسباب قرار، خد بكل الاسباب وتوكل على الله، وتاكد ان الله سبحانه وتعالى لن يدير عجلك اطلاقا، هو ده ربنا طمنا. فانت خايف ليه؟